التونسية رغم حداثة نشأتها إلى مراكمة عدد من المكتسبات الإيجابية وذلك في إطار أدائها لمهامها المباشرة وغير المباشرة مسجلة بعض التراجعات في الفترة الأخيرة ففي مرحلة أولى نجح الآباء المؤسسون للجامعة التونسية في وضع قواعد سليمة للتكوين الجامعي تدريساً وبحثاً بما ساهم في الارتقاء بالتحصيل المعرفي كماً وتنويعاً وجودةً وفي تأهيل أعداد متعاقبة من الخريجين أشعوا على المجتمع والبلاد تكويناً وتنويراً وبناءً بما اكتسبوه من فكر حر ناقد وعقل باحث مبدع تتداخل هذه المعاني الثلاثة بكيفية يصعب معها إفراد كل واحد منها بتحديد مستقل عن الآخرين فالمسؤولية تقتضي معرفة دقيقة بالواجب الديونتولوجيا وهذا الأخير هو ما تطالب الذات البشرية أو الجماعة بالقيام به قانونا وعقلا لكنه في نفس الوقت بحث في مجموع القواعد الأخلاقية التي يلزمنا بها الضمير حتى تكون تأدية الواجب كاملة ومتماشية مع القيم الإنسانية ومن شأن ذلك أن يسهل على مختلف المكونات البشرية للجامعة تأدية مهامها على الوجه الأكمل في تآزر وأريحية وأن يمكن المؤسسة الجامعية من القيام بوظائفها بمزيد الإبداع ومن التواصل مع محيطها بتفاعل أوسع وأجدر.